ابن معطن الزووي. وأبو الحسين يحيى بن عبد المعطي الزووي الملقب بزين الدين أحد أئمة عصره في النحو واللغة. ولد الإمام ابن معطن في منطقة زووة بمدينة بجاية شرقية الجزائر حالياً سنة 64 و500 للهجرة، ونشأ في حقبة علمية شهدتها منطقة المغرب الإسلامي ولا سيما مدينة بجاية الناصرية التي عرفت أوج ازدهارها العلمي والثقافي، فقد كانت تعج بالعلماء والقضاة والفقهاء، فنال من معين هذا العلم الجم. ثم انتقل ابن معطن إلى المشرق الإسلامي لزيادة نصيبه العلمي، فتوجه إلى دمشق ثم مصر إلى أن وفته المنية فيها. يعد يحيى بن معطن الزووي أول من ألف في النحو عن طريق النظم الشعري بكتابه الدرة الألفية، وله كثير من المصنفات والكتب في شتى الصنوف العلمية، وتخرج به أئمة بمصر وبدمشق. صنف يحيى بن معطن الزووي تصانيف مفيدة، منها الألفية في النحو، منظومة شعرية جمعت النحو والصرف سماها الدرة الألفية، وقد نسج على منواله الإمام ابن مالك منظومته الألفية الشهيرة في النحو. شرح المقدمة الجزولية لشيخه في النحو أبي موسى الجزولي. والبديع في صناعة الشعر منظومة شعرية في البلاغة وصناعة الشعر عالج فيها ألوان البديع. توفي يحيى بن معطن الزووي بالقاهرة سنة 28 و600 من الهجرة.